السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، وأهلا وسهلا بيكم. ولقاء يتجدد كل سبت بعد منتصف الليل، وبرنامج قرآنا يمشي. ومن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنعيد ترتيب بعض الأمور في تنوير التفكير وتنوير السلوك وتنوير المعاملات، ثم نأتيكم بقصة من القصص الجميلة اللي بتأكد على هدي النبي يكون موجود في حياتنا. ودايما معانا العالم الجليل فضيلة الدكتور مجدي الشريف عشان يحرك جوانا حاجات جميلة ويفكرنا دايما بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا بنتكلم على كتاب الدين الحق اللي فيه اكتر من 100 معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بنستشهد دايما بيها. والحقيقة النهاردة واحنا بنتكلم عن حلقة جديدة بعنوان إن وعد الله حق، وانا ان شاء الله باذن الله بتوقع انها تعجبكم جدا الحلقة النهاردة. دايما واحنا بنتكلم بنفكركم بسؤال الحلقة السابقة اللي كان بيتكلم على لماذا قال الله يصعد في السماء ولم يقل يصعد في السماء، وده هتبقى بداية الحوار النهاردة مع فضيلة الدكتور مجدي يعيد علينا إجابة هذا السؤال. ودايما بنفكركم بنقول ان السؤال إجابة السؤال اللي بيتابعونا يعني على الرقم اللي موجود على الشاشة بيكون ان شاء الله له هدية من كتاب الدين الحق بتجيله على الإيميل بتاعه. فضيلة الدكتور مجدي أهلا وسهلا بحضرتك، ولقاء الخامس من قرآنا يمشي، والحلقة إن شاء الله بعنوان إن وعد الله حق. والعنوان الحقيقة يعني، وبشكر حضرتك على اختيارك لهذا العنوان الرائع النهاردة. وقبل ما نخش في تفاصيل هذه الحلقة بطمع في كرم حضرتك نفكر السادة المشاهدين بسؤال الحلقة الماضية وإجابته اللي هو لماذا قال الله يصعد في السماء. الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الإنسان كلما يصعد في السماء ويقل الهواء لا يكون هذا الانخفاض يعني له تأثير شديد على الإنسان، وقد لا يشعر بهذا الأثر، ولكن يصعد يعني عندما يصعد صعودا هائلا فوق 25,000 قدم. الله، في هذه الأوقات يعني بعد الصعود الهائل في السماء يبدأ الإنسان يشعر بهذا الأثر، انخفاض الجاذبية بانخفاض ضغط الهواء وكثافة الهواء وانخفاض الأكسجين بيبدأ يشعر بهذا الحرج. فلذلك كلمة يصعد 4 حروف، ولكن كلمة يصعد 6 حروف، الصاد صادين والعين عين. فقوله تعالى زيادة المبنى معناها زيادة في المعنى، معناها يصعد صعودا هائلة، وهذا الحمد لله والذي رأيناه اليوم. وكل اللي أجاب على هذا السؤال الحمد لله أرسلنا له الهدية بفضل ربنا يحفظك دكتورنا. النهاردة هدية حلقة اليوم إن وعد الله حق، بنتكلم في موافقة ما نراه لما أنزل إلينا من ربنا. نعم، يعني شفنا بعينينا اللي ربنا وعدنا به. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث في صحيح مسلم قال فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وهو يضحك، فقال أتدرون لما جمعتكم؟ يعني هذا الخبر الجميل يستحق أن يعرض على جميع الناس المسلمين وغير المسلمين، يعرض على المسلمين لزيادة إيمانهم وعلى غير المسلمين لاستجلاب إيمانهم. الله أكبر. قال فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وهو يضحك، فقال أتدرون لما جمعتكم؟ أما إني لم أجمعكم لرغبة أو لرهبة، ولكن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء وبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي أحدثكم. الله أكبر. فأن نرى بأعيننا ما أنزل إلينا من ربنا فهذا يكون سببا في توجهنا إلى الله عز وجل. سأل أحد الملوك السابقين وزيره قال أين السعادة؟ فقال في الموافقة، في الموافقة. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن يسعد الإنسان بأن يرى ما أنزل إليه من ربه. لذلك من فضل الله تبارك وتعالى قال بعد أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. بعد ما ربنا تبارك وتعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني ممكن مثلا
حضارة من الحضارات، الحضارة الأوروبية، الحضارة الصينية، يشوف الظواهر الكونية. وبعدين ربنا أكرم المسلمين أن أنزل إليهم الوحي بما يراه غيرهم. هذه الموافقة تكون سبب في إقبال الناس على ربهم، وتكون سبب في سعادتهم. يعني الإنسان يحب أخاه الإنسان، وينتفي التصارع والتصادم وهذا إفناء الإنسان الأخير، الإنسان لا. لذلك نقول إن قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والله أعظم رسالة سلام على كوكب الأرض. يعني إحنا يا دكتور من خلال كلام حضرتك دوت، يعني المفروض نقول بقى نوجه رسالة شكر إلى هذا العصر الحديث. طبعا. ليه؟ لأنه بالاكتشافات الكبيرة جدا والضخمة جدا من الأجهزة ومن هذه الاكتشافات اللي ساهمت في أن هي نربط بينها وبين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن. الله أكبر. فالكلام لحضرتك اللي هو إيه؟ نرى ما وعد الله به. نعم. نراه بإيه؟ بأعيننا. فأصبح الإنسان مع أخيه الإنسان غير متصادم أبدا، متوافق. فلذلك العلم الصحيح مع الوحي لا يمكن أبدا أن يتصادم، لكن يتوافق، والموافقة هي السعادة. عشان كده العلماء هي اللي طبعا يعني بتبقى اقرب لل نعم. للوصول الحقيقي. نعم. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. الله. ويهدي الى صراط المستقيم. الله الله. نعم. دي محتاجه كلام كتير، ومحتاجه. نعم. في كل حلقه نتكلم فيها دكتور ان شاء الله، اللي هو يعني ان احنا نشوف ما وعدنا الله باعيننا. نعم. يعني نعم. خليني بقى ابدا مع حضرتك النهارده واحنا بنتكلم على تنوير التفكير. نعم. وزي ما عودنا السادة المشاهدين دايما بناخد في تنوير التفكير وفي تنوير السلوك وفي تنوير المعلومات. نعم. في تنوير المعاملات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعيد لحياتنا. نعم. هذه الأصول يعني. نعم. واحنا بنتكلم في تنوير التفكير النهاردة بنقول ليس المسكين الذي يسأل الناس. نعم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ في تنوير التفكير وفي تنوير السلوك وفي تنوير المعاملات ناحية اقتصادية مهمة. إن الله تبارك وتعالى قال لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني الله تبارك وتعالى جعل المال قوام للحياة. فلذلك الرسول عليه السلام يعلمنا شيء جميل، حتى لا نهدر حق المسكين ولا نهدر حق السائل والمحروم. فقال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي يسأل الناس، الذي يمر على الناس ويسأل يسأل يسأل, يسأل هذا إن منعه هذا أعطاه هذا، ترده اللقمة واللقمتان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يعلمنا بطريق غير مباشر أن الذي يسأل الناس ويمر على الناس يمر على الناس يمر على الناس، يعني ترده اللقمة واللقمتان، يعني الشيء اليسير. لماذا؟ ده أعطاه مثلا جنيه وده أعطاه جنيه، في آخر اليوم عنده 200-300 جنيه. لكن لو ده أعطاه زكاته وده أعطاه زكاة وده أعطاه زكاة، خلاص يبقى أصبح المسكين الحقيقي ما أخذ حقه. ولكن المسكين الذي لا يفطن له ولا يسأل الناس، سبحان الله. فلذلك كل إنسان مطالب هنا في تنوير بقى السلوك، أنا مطالب إن أنا أتفقد عائلتي. كل عائلة مثلا فيها آلاف من أبناء العمومة وأبناء الخالة وأبناء العمات، نتفقد الأقارب. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بس هرجع بحضرتك تاني على تنوير التفكير. نعم. وبرضه محتاج يعني وكأني أنا مع السادة المشاهدين وإحنا بننور فكرنا، وحضرتك بتقول وإحنا بنتكلم في ليس المسكين من يسأل الناس. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ترده اللقمة واللقمتين، يعني لا أمتنع عن إعطائه، أديله ولكن اليسير. ولكن اليسير. نعم. اليسير اللي هم بقى الناس اللي هي تعودت واحترفت. نعم. سؤال الناس. نعم. أو لم تحترف، تعودت سؤال الناس. نعم. دي أديها اليسير، يعني يمر على الناس طريقه طول اليوم، يمر على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، في آخر اليوم بيكون خلاص مع رصيد. حضرتك نقلتني بقى في تنوير السلوك بقى. نعم. إنه هنا في أمر واجب. نعم. إني أنا أبحث عن صاحب الحق. الله. في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني أصبح مثل كل عائلة والجيران والزملاء وكل المعارف أنا أتفقد. لماذا؟ لأن الذي لا يسأل الناس هذا له حق، مش هيجي لي ده. بالضبط. هو محتاج. نعم. وعندي أمر من ربنا إن أديله. نعم. بس مش هيجي لي. نعم. لا. يمكن يسأل الناس. نعم. وأنت تفطن إليه قد لا يفطن إليه غيرك.
نعم، زي ما ربنا تبارك وتعالى قال: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الله. نعم. يعني هنا في تنوير السلوك أنا مؤمر إني أبحث. نعم. وبالذات عن المقربين لي من أهلي. نعم. الأول ومن الضعيف أحمله. نعم. على أن يقف. يعني أساعد الضعيف أن ينجح. حتى في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني المثل الذي يقول: اطعمني سمكة وعلمني كيف أصطاد. المثل يقول: لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد، ولكني أقول مثل: اطعمني سمكة وعلمني كيف أصطاد. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة وهو ضعيف ويحتاج ويسأل. نعم. الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: علمهم، ائتني بما عندك. قال: ليس عندي شيء يا رسول الله. قال: ائتني بما عندك. قال: ليس عندي يا رسول الله إلا الصحن وهذه الأشياء. فقال: ائتني بهم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يشتري هذا؟ فقال أحد الصحابة: أشتري بدرهمين يا رسول الله. قال: خذ بدرهمين. ثم أعطى الدرهمين إلى هذا الصحابي وقال: اذهب فاشتري قدوم واتني به. فذهب الصحابي واشترى قدوم بدرهمين. نعم. وجاء للرسول عليه السلام فشده بيده الشريفة وقال: اذهب بهذا القدوم واحتطب واحمل على ظهرك وبيعه، ولا تأتيني إلا بعد كذا وكذا. ففعل هذا، وبعد أيام قليلة جاء وهو ما شاء الله ميسور الحال من هذا. ورجل أعطى مثال جميل قريب من هذا، يعني طبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني من تنوير السلوك نحمل الضعيف حتى يقف على قدميه. شاب ذهب في شركة نظافة، قال: أنا أريد أن أعمل عامل نظافة. فقدم الأوراق وأخذوا منه الأوراق، وبعدين الموظف قال: فين الشهادة؟ هل عندك شهادة محو أمية؟ قال: لا. لا تقرأ؟ قال: لا أقرأ ولا أكتب. قال: لا لا لا، ما ينفع. وأعطاه الورق وقال: ما ينفع تقدم. فخرج وهو بالدموع على خديه، حزين. وقف في الشارع وهو يعني الدموع على خديه، يعني يريد أن يعمل عامل نظافة. فرجل عنده مصنع يصنع المخللات وهذه، فرأوا هكذا فسلم عليه وقال: ما يبكيك يا أبي؟ فقال: يعني حصل كذا كذا كذا، تعالى بس. أخذه في المكتب في المصنع وقدم له المشروب السخن، ثم قدم له عبوتين جردلين من الايه من المخللات. قال: إن خذ هذين الجردلين واذهب إلى السوق، افرش أي فرشة وبيعهم كيلو قد كده، وآخر اليوم تعالى. فعلا عمل كذا وأخذهم وباع وباع. آخر اليوم بقى معاه 300 جنيه، 100 جنيه ثمن الجردلين، كل جردل ب50 و200 زيادة. استمر على هذا لغاية ما سبحان الله في خلال سنة كان ربنا أكرمه واشترى محل، وبقى يضع العبوات الأكياس الفلوس في المحل. فبعد كده الناس قالوا له: ما ينفعش، لازم الفلوس دي تضعها في البنك زي ما الرسول قال: اعقلها وتوكل. فعلا أخذ هذه النقود في البنك، فتح حساب. فالموظف قال: يعني اكتب هنا كذا. قال: لا لا أقرأ. أنت لا تقرأ ولا تكتب؟ قالوا: لا أقرأ ولا أكتب. قالوا: ما لما كنت بتقرأ وتكتب كنت يبقى معك فلوس قد إيه؟ قالوا: كنت هشتغل عامل نظافة. الله. يعني الإنسان يعني كيف يستفيد من الإمكانات اللي ربنا أعطاه؟ يعني هو دلوقتي ردها له تاني، قال له: لو كنت بقرأ وأكتب كان زماني عامل نظافة. يعني بالجملة يعني مساعدة الضعيف حتى نعم ينجح، هذا أيضا من تنوير السلوك. كيف؟ نعم. أقف مع الضعيف وخليه يعدي نقاط الضعف اللي عنده وقويها عشان يقدر يواجه المجتمع. نعم. ويقدر يبقى نافع بإمكاناته يعني الضعيفة. هو أيضا ينجح. ربنا. نعم. يحفظك يا دكتور. طيب احنا برضو دايما في تنوير المعاملات واخدين جانب الأسرة، مهمة يعني جدا. واخدين جانب الأسرة. نعم. واتكلمنا على يعني ازاي الزوج يعامل زوجته وازاي الزوجة تعامل زوجها، وفي اللقاء الأخير كنا اتكلمنا ازاي نعامل الأبناء، ازاي نعامل أبنائنا. والنهاردة بنستمر في موضوع كيف يتعامل الأبناء مع بعض، الأبناء، ولكن كيف يتعامل أبناؤنا مع بعضهم، ازاي يبقى في البيت بيئة، الله، في بروتوكول، ازاي الأب والأم بيحطوا هذه السيناريوهات عشان الأولاد. نعم. تبقى يعني منضبطة يعني. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا يعني هدف رائع وعظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما تواصل أهل بيت فيحتاجوا. لا يمكن الأبناء يخرجوا في أسرة واحدة
ويكون هؤلاء الأبناء متعاونين، لا يمكن أبدا إن هؤلاء الأبناء يفتقروا أبدا. الله، ما تواصل أهل بيت فيحتاجوا. الله أكبر. يعني الأبناء يتعلموا من الصغر، وإن من المعروف أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، ويكون كل واحد من أبنائنا متأكد إن المعروف الذي يؤديه إلى أسرته سبب في غناه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ناخد مريم من السويس دكتور ونكمل؟ طيب تفضل. تحبي ناخد؟ نعم. معنا الأستاذة مريم من السويس. السلام عليكم. مرحبا عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت مني بس سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للصلاة، لو حد بيصلي وشوية يهمل الصلاة ويرجع يصلي تاني، المدة اللي أهمل فيها الصلاة دي يعوضها إزاي؟ وحتة إن إزاي الواحد يفضل يحافظ على الصلاة، خاصة إن هو لو حد ساعات يفوت عصر يفوت مغرب، إزاي الواحد يلتزم في الصلاة؟ والسؤال التاني، لو حد متزوج مثلا وفي زعل أو خلاف بينه وبين زوجته، بيقعد يشمع عليها كلام شرفها وسمعتها، ده عقابه عند ربنا ايه؟ وازاي هي تأمن على نفسها تاني معاه؟ ولو حد برضو الزوج بيبقى كل حاجة بيقولها لوالدته حتى السر الخاص بينه وبين زوجته، ازاي هي هتفضل عايشة معاه بالوضع ده؟ حاضر حاضر يا أبلة مريم، حالا دلوقتي. حاضر دكتور، كنت بتكلمني على يعني السر بين الراجل وأخوه أمانة، وهي دلوقتي يعني انا يعني حتى نبدا برقم 2، لانه يعني وجع ان هو بينها وبين زوجها بعض الخلافات، فاثناء هذه الخلافات يبدا يتكلم عنها كلام ويخرج اسراره ويقول كلام ما هوش حقيقي لاهله. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. هتسمح لي نبدا بالسؤال الاول لانه بيتبني عليه السؤال الثاني، الحفاظ على الصلاه. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لنا في الحديث ان اول ما يسال عليه العبد يوم القيامه من عمله الصلاه. نعم. فإن صلحت فقد أنجح وأفلح، الله، وإن نقصت فقد خاب وخسر. ففلاح العبد في دنياه وفي أخراه بقدر ما يقيم صلاته، أن أقيم الصلاة، ومع إقامة الصلاة الإقامة الصحيحة، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني مع صلاح الصلاة تحدث المحبة، مع إقامة الصلاة تكون المودة ويمتلئ البيت بالبهجة. هذا أمر مهم جدا. طيب، فإن نقصت الصلاة ينظر إلى العبد في النوافل، لذلك العبد عندما يكثر من النوافل هذا أمر مهم جدا، فيكمل من النوافل في الفرائض. فننصح هذه الأخت بإذن الله بإقامة الصلاة والخشوع في الصلاة وبالاكثار من النوافل، وباذن الله تبارك وتعالى يكون ذلك سببا في الاصلاح. طب يعني هنجاوب السؤال الثاني؟ اه، بس الحقيقه داخل علينا اتصال ثاني. طيب. مهم. اتفضل يا دكتور. يوسف من امبابه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك. الله يجبر خاطرك. بدي اتكلم شيء. اتفضل. سعدك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك منور. انا يوسف عبد الشيخ. اهلا وسهلا. يا مرحب يا مرحب. حضرتك منور والله. يا مرحب. ربنا يحفظكم ويرضى عليكم. جزاك الله علما يا رب. يا رب يرضى عليكم ويحفظكم. ركز معنا بقى في السؤال الثاني. السؤال الثاني مهم جدا. شكرا. تفضل يا استاذ يوسف. المشاكل اللي ما بين الزوج وزوجته باذن الله باذن الله طريق هذا العلاج سهل جدا. الله اكبر. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يعني لكل فعل رد فعل، يعني المبادرة بعمل الجميل 100% يكون رد فعل هذا الجميل جميل آخر. وأعطينا أمثلة كثير من قبل إزاي إن المرأة تتكلف بذل الجميل. الأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا جلس الرجل إلى أخيه فحدثه ثم قام عنه كان حديثه أمانة.
هذه الأمانة لا يجوز أبدا التفريط فيها، فما بالك بالرجل وزوجته، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني نسأل الله تبارك وتعالى العافية في الدنيا والآخرة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي لزوجته وتفضي إليه ثم يفشي سرها أو ثم تفشي سره. هذه أعوذ بالله من يعني شر الناس منزلة يوم القيامة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي لزوجته وتفضي إليه ثم يفشي سرها أو ثم تفشي سره. طيب الحل إيه؟ الحل التوبة، الحل إيه؟ ذكر المميزات. يعني هي يعني لا تلتفت لذكر معايبها من زوجها، ولكن هي تبادر بذكر مميزاتي حتى يبلغ إليه أنها تذكر مميزاتي، يكون رد فعل ذلك أنه أيضا يذكر مميزاتي. يعني هي لا لا يعني لا ترد له وتتكلم عنه دايما بشكل طيب، بالضبط، وهو يصل إليه أن هي برغم ما يفعله هي بترد بتتكلم عنه بشكل طيب، فهو يعود إليها وتنصلح الأمور يعني. وكذلك حديث الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. سبحان الله. طيب كل إنسان عنده خير في حياته، خير وفي حياته شر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هي الدنيا، هو الدنيا كده، الدنيا اختبار، دار اختبار يعني من الخير ومن الشر. والمطلوب من العبد إن هو يغض البصر عن المعايب ويذكر المميزات فتزيد المميزات. الله أكبر. عند ذكر المميزات قال عليه الصلاة والسلام، من أولي نعمة فذكرها فقد شكرها. يعني احنا بنوصي أخونا صديقنا الجميل زوج الدكتورة مريم يذكر المميزات، إن هو وهي أيضا تذكر المميزات، من 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 يعني شكره لربنا أنه يذكر المميزات طبعا، لا يذكر السلبيات. يعني ذكر المميزات من شكر العبد، وشكر العبد من شكر الخالق سبحانه وتعالى، وهو طريق الزيادة. أعوذ بنفسي الجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله 100% ربنا يزود الخير في حياتهم. طيب دكتورنا، احنا كنا دايما بنتكلم على اليقين والإيمان، ولما اليقين بيزيد بيزيد مع الإيمان والإنسان أموره تنصلح يعني. وكنا اتكلمنا انه قصة سراقة هي اكبر دليل وتأكيد على موضوع اليقين والإيمان. فنسمع من حضرتك هذه القصة. طيب طيب كان معنا وقت؟ معانا ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا سراقة بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان من ضمن الناس اللي سمعوا هذا الإعلان الهائل اللي تم إعلانه كل الناس، إن اللي يدرك سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر في هجرتهم ويأتي بهم له 100 ناقة. كلمة 100 ناقة دي يعني 100 سيارة مرسيدس. دكتور معانا اتصال مهم. طيب وثم نستكمل قصة سراقة يعني. معانا اتصال، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وريني الشاشة والله. أهلا وسهلا يا أمي، أهلا وسهلا، ما شاء الله سهرناك النهاردة. إحنا معانا والدة فضيلة العالم الجليل الدكتور مجدي، وهي أصلا يعني داعية كبيرة جدا معلمة على التليفون. منوريني الشاشة والله. الله يرضى عليك، بركة دعاك يا أمي. إن شاء الله يا حبيبي، إن شاء الله بركة دعاك. الله يرضى عليك. ادعي لنا يا أمي، ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيكم يا رب ويرزقكم من عون الله يا رب العالمين، وفي كل العاملين في القناة وكل البشرية. الله يبارك فيهم. آمين. يا رب يبارك فيهم إن شاء الله. آمين. ربنا يجبر خاطرك زي ما جبرت خاطرنا كده، ربنا يحفظك ويديك الصحة. الله يرضى عليك يا أمي. الله يرضى عليك. الحمد لله الحمد لله. مكالمة غالية علينا جدا يا حاجة والله. ربنا يحفظك. آمين آمين، جزاك الله خير. اللهم لك الحمد، جزاكم الله خير. فسيدنا سراقة بن مالك، نشكرك يا حاجة، ربنا يحفظك يا أم. يا أم الله. فسيدنا سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى مسامعه الإعلان العام لكل الناس، إن من يدرك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر في رحلتهم إلى الهجرة المباركة له 100 ناقة. نعم. 100 ناقة يعني حاجة في هذا الوقت يعني ثروة. نعم. يعني بتديله عشان سيارات. نعم. مع 100 سيارة مرسيدس. اللي حيمسك سيدنا النبي حياخد 100 ناقة، هيبقى أغنى. فسراقة بن مالك فارس رهيب، ففعلا انطلق شرقا وغربا وانطلق في الأثر
لغاية ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر اقترب من المدينة المنورة، وقبل ما يوصل المدينة المنورة بشيء قليل كان هو إيه أدركهم. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بيحكي الحديث في صحيح البخاري، قال فالتفت فإذا بسراق ابن مالك، قال فبكيت وقلت لقد أدركونا يا رسول الله. قال فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول واحد. الله الله حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعلم سيدنا أبو بكر ويعلم الأمة إلى قيام الساعة اليقين على الله. الله أكبر. قال فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتعلم منها، لا نلتفت، لا نلتفت لغير الله، ما نشغل بالنا. الله. حتى نص الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ والناس كنفتيه وينادي في الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء يضربه بالحجارة في قدميه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. الله. مستمر في الدعوة، ماشي والرسول عليه السلام ويضربه بالحجارة ويقول لا تصدقوه إنه ابن أخي إنه كاذب إنه سحر. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. الله. يا ربي اقصد في مشيك. سبحان الله. الله. ناخد اتصال يا دكتور ونكمل. نعم معنا اتصال. أمة الله من الإسماعيلية. ألو. السلام عليكم. مرحبا. عليك السلام ورحمة الله. ممكن لو سمحت أسأل فضيلة الشيخ سؤال بس؟ اتفضلي. أنا جوزي توفى من شهرين كده في حادثة موتوسيكل يعني. أيوة. يعني في كلب طلع عليه وهو توفى الله في ساعتها. نعم. فأرجوكم تدعوا له يعني. ففي محامي بيقول لي إن أنا ممكن أرفع قضية وممكن إن آخد تعويض. بس أنا بصراحة مستحرمة يعني ده. لأن ده قضاء وقدر وأنا مش عايزة أدخل أي مليم حرام على أولادي. خلينا في الثانية بتاعت إنك عندك النية ما تدخليش مليم حرام، ولكن الأولى إن كان فيها سؤال فإحنا نجاوبك، إن كان لك حق فيها ولا فضلت الشيخ لو في إجابة نجاوبك، يعني لو ده من حقك يبقى ما تحكميش بقى، استنى إحنا نجاوب يعني. أيوة أنا خايف. أنا بس عايزة أسأل لأن المحامي عمال يقنع فيا ان ده ما فيهوش حاجه وده حقك من الدوله، دي حوادث طرق وكده، فانا عايزه اعرف رايي الشرعي. طيب الاول خلي بس فضيله الشيخ يدعي بالرحمه لزوجك ونجاوبك ان شاء الله. اللهم ارحم ورحمة واسع يا رب، وانا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجلنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. وفي كل مره في كل مره تتلفظ بهذا الدعاء وتقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، في كل مره تقولها الله سبحانه وتعالى يعطيها الاجر ويخلف لها يخلف عليها بالحلال باذن الله. الله اكبر. وايضا القتل الخطا كفارته موجوده في الشريعه، لا حرج من ذلك. ولكن تفصيل هذا الموضوع وتفصيل ملابساته يكون في لجنه الفتوى الرقم 107 من اي تليفون ارضي. وفي نفس الوقت لا تجعل المحامي يعني إلا بالنسبة، يعني إن جاء بشيء يأخذ منها نسبة وتسأل في لجنة الفتوى، ولكن لا يعني إيه لا تستنزف من أموالها من أموال. نعم. أولادها يعني في هذا الأمر. اللي فهمته من كلام الدكتور إن ليك حق وده في الشريعة، لو الدولة بتقر هذا الموضوع فأنت ليك حق وده بيتاخد من الضرائب ومن الكلام ده كله يعني، ولكن النصيحة بإنه ما تجعليش المحامي يكون سبب في إنه يأيدك على الكلام دوت ويقول لك هجيب لك واخد منك النص أو كده، خلي الموضوع فيه شيء من لأن لو دي من حقك فهي من حق أولادك الأيتام عشان تقدر إن شاء الله تعينيهم يعني تستندف شيء. ولكن التأكيد من الموضوع دوت لأن إحنا مش أهل فتوى، بتتصل على 107 من أي تليفون أرضي بلجنة الفتوى وتأكد عليك إن شاء الله. إن شاء الله. معنا اتصال. كفر الدوار. اهلا وسهلا استاذ محمد، اتفضل. ازيك يا مولانا؟ مرحبا يا حبيبي، ربنا يحفظك. اما انتم منورين، اقسم بالله منورين. ربنا يكبر خاطرك يا استاذ محمد، وتحيه لاهلنا في كفر الدوار. هنا في عمركم تبقوا منورين الشاشه على طول ومدورين الدنيا بحاجة. الله يحفظك. ربنا يبارك في عمرك. الله يخليك. عندي جماعه سارحين بيا بمشوار السحر وبتاع، وانا مش سكتي الطريق ده، نعمل لهم ايه؟
يعني عايزينك تشتغل في، يعني تعمل ايه لا يعني؟ لا 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 يا مولانا، هم شغالين بالسحر علي وعلى اولادي وكلام من ده. بيأذوك انت واولادك يعني. فانا احترت يعني، مش عايز نروح لا دجالين ولا ساحرين ولا كلام من ده. لا لا لا، اسمع بقى، في كلام كويس قوي فضيلة الدكتور هيقول لك عليه. من فضل ربنا سبحانه وتعالى، الله اكبر، اللهم لك الحمد والفضل والمنة. قال احد العلماء ان قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طيب والذي عنده ام الكتاب؟ الله الله اكبر. الحديث صحيح مسلم، ما قرات بحرف منها الا اوتيته. ابن القيم رحمه الله يقول ان كان دعاء او غيره. الفاتحه. نعم، فاتحه الكتاب. لذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال ان هذا الصحابي الذي قرأ فاتحة الكتاب بنية الرقية قرأها 7 مرات. نعم. فلذلك السادة العلماء أوصوا بقراءة فاتحة الكتاب 7 مرات، وبقراءة قل هو الله أحد المعوذتين 3 مرات، نقرأهم بعد كل صلاة، نقرأهم صباحا ومساء، والله حفاظا ووقاية وعلاج من كل أنواع السحر والعمليات كلها. الله أكبر الله أكبر. أستاذ محمد الكلام واضح. قراءة فاتحة الكتاب 7 مرات، سورة قل الواحد المعوذتين 3 مرات، نقرأهم صباحا ومساء أو نقرأهم بعد كل صلوات، والله علاج ووقاية من كل هذه الأشياء. فاتحة الكتاب. نعم. يا أستاذ محمد 7 مرات، والمعوذتين وقل الله أحد 3 مرات، وكتر منهم بقى بعد الوضوء. نعم. كتر منهم بعد الصلاة وبالليل. نعم. والنهار، إن شاء الله بإذن الله تكون لك وقاية، ويعملوا بقى اللي هم عايزينه بقى، أنت معك قرآن ربنا. نعم. ولا يهمك إن شاء. نعم. الله. معنا اتصال الأستاذة فاطمة أبو الحسن من السويس. الو، لو سمحت كنت عاوز اكلم الشيخ. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا كنت يعني انجبت بنت وكده، ففي ناس بتقول لي سميها ملك، فانا حابه اسم ملك، هو حرام ولا حلال؟ حلال، دي حفيدتي اسمها ملك. حلال ان شاء الله، مفيش في مشكله يعني. شكرا لحضرتك، ربنا. نعم. يحفظك. نكمل. قال فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وقال ما بالك باثنين الله ثالثهما. هنا بقى دي يا دكتور. يعني في عز الرهبة والخوف بتاعت سيدنا أبو بكر، اللهم رد عليه بقى، قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. نفس الكلام من الأنبياء، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما. الله. طيب نعمل إيه؟ لا تنيا في ذكري. فلذلك ليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق؟ الله أكبر. لأنه أعظم الخلق ذكرا لله عز وجل. الله. لدرجة أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يذكر الله حتى إذا نام ينام والقلب يقظان. الله أكبر. الله أنا وأنت ننام وقلبنا يروح ويجي؟ لا، سيدنا عليه الصلاة والسلام ينام قلبه مع الله. يعني اليقين بيجي من كتر الذكر. الله أكبر. لا تنيا في ذكر، كتر الذكر. خلاص، الله معنا. طيب. قال فغاصت قوائم فرسه. لا يعني استنى بقى. غاصت قوائم الفرس، خليها غايصه لغايه لما ناخد هبه. تمام. من القاهره بعد اذنك يا دكتور. استاذه هبه اتفضلي. الو، السلام عليكم. مرحبا. عليك السلام ورحمه الله. والله كان عندي سؤال لفضيله الشيخ بخصوص الميراث. طب اتفضلي اسالي. انا كان والدي الله يرحمه كان عنده محل وشقتين، شقه منهم كان كاتبهم باسمي انا واختي، احنا بنتين وولد. وكان في نيته ان الشقه الثانيه هتبقى لاخويا. المهم توفاه الله يعني. المهم امي عملت عقود للمحل والشقه باسم اخويا. فهل هي كده وقعت في اسم، مع ان النيه كانت من والدي ان الشقه هتبقى ليه لما يكبر يتجوز فيها، احنا كلنا كنا صغيرين في الوقت ده، بس المحل ما كانش في نيته انه يكتبه لحد. فهل دلوقتي المفروض على اخويا انه يدي الورثه الشرعيين حقهم في المحل على اساس ان الشقق دي كانت تبقى عطايا او هدايا، انا مش عارفه، ولا خلاص كده هو ما دام العقود اتكتبت باسمه يبقى خلاص بقت بتاعته؟ طيب حاضر. طيب حاضر، شكرا لحضرتك. بسم الله. هي من حق امها تكتب عقود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تبارك وتعالى ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. نعم. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى.
يعني أمر الله هو اللي فيه الرحمة. نعم. صحيح الأم شايفة إن ده صغير، واضح إن 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 الولد هو أصغرهم. الطفل صغير وناشئ وهي عايزة، كل ده مظبوط، لكن ربنا بيعلمها إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد يكون الشقة بقت لي إنفاذا للوصية والنية اللي كان فيها، ولكن يعني اللي أنا أراه إن يعني يعاد النظر إن هي وابنها يعني يسألوا في لجنة الفتوى رقم 107 ويدلهم التفاصيل بتاعت المحل، على أساس إن الفايدة للمحل للوالدة ولابنها وكذلك للأبناء يكون إيه يطلع يعني حقهم في هذا. بعد كده هم أحرار يعني يتنازلوا عنه أو ما يتنازلوش عنه، كل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني برضو بنأكد على حضرتك تاني إنه برضو بعد مراجعة رقم 107 من أي تليفون أرضي لجنة الفتوى هيكون الموضوع أيسر ويكون الموضوع أوضح إن شاء الله. لكن المحافظة على المحبة، نعم، هذا أمر ضروري جدا. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقسم، صلى الله عليه وسلم يقسم، ثلاث أقسم عليهن، إن ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. ربنا يحفظ. يعني لو في حاجة كده حاسة إن هي يعني اتظلمت فيها وصبرت على هذا الموضوع وحافظت على المحبة، أقسم بالله ربنا بيعوض. لا ده في كمان حاجة يا دكتورة أنا سمعتها، احنا معانا اتصال بس معلش. نعم. برضو هي النهاردة راحة باللوم على مامتها، هل ده خوف على أمها من أن يكون وقعت في محظور ولا الموضوع برضو في إيه؟ فبرضو عايزين ننصحها يعني. واضح أن الأم بتسند الموضوع لابنها اللي هيقوم على معاشها. يعني هي واضح أن الأم شايفة أن المحل ابنها هيشتغل ومش هيأثر في حق والدته، فكأنها يعني شافت أن هذا المشروع يعني علشان يصرف على الوالد وعلى امه. نعم. معنا اتصال الاستاذه اسماء من الاقصر. الو. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن اتواصل مع الشيخ؟ اتفضلي. لا استاذنك وطي التلفزيون خالص وكلمينا من التليفون عشان يبقى يعني الكلام سريع شويه. تمام. سيادتك فضيلتك، انا يعني في مشاكل على طول مستمره معايا في البيت، ورحت المشايخ كتير، اللي يقول لي دي اسحار، واللي يقول لي ده قرين وهو اللي عامل ما بينك مشاكل ومكره الناس فيك ومكره في الناس. انا مش عارفه يعني كل شيء، كل واحد عايز ينهب من جنب. طيب اسمعيني كده قبل اسماء، شوفي برضو فضيله الدكتور هيقول لك في امر مهم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ننشغل كثيرا باسباب المشاكل، ولكن ننشغل بتركيز في علاج المشاكل. فرحمه من الله سبحانه وتعالى انه انزل الينا فاتحه الكتاب والمعوذات، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر. شوف الفعل المضارع اللي فيه الاستمرار، يعني بصفة مستمرة هي وزوجها وأبنائها كلهم يقرأوا فاتحة الكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تسترقي بفاتحة الكتاب والمعوذات. الله أكبر. أنا بوصيها هي وزوجها وأولادها يقرأوا فاتحة الكتاب 7 مرات، قل واحد وزيدين 3 مرات صباحا ومساء أو بعد كل صلاة، يقرؤون بصفة مستمرة، وكذلك يجلسون في كل يوم ولو 10 دقائق على كتاب الله وعلى سنة الرسول، يقرؤون بعض القرآن وبعض الأحاديث فقط، كما قال الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى، هذا أمر للنساء، واذكرن ما يتلى في بيوتكن. قوله تعالى يتلى فعل مضارع يفيد الاستمرار. يعني المرأة الصالحة ينبغي أن تعرف بأن زي ما كل يوم بنأكل ونشرب، وكل يوم بنستعد للمدارس، وكل يوم بنروح المدرسة، وكل يوم لينا 10 دقائق نجلس نقرأ قرآن، نص ساعة نقرأ قرآن، نقرأ أحاديث. هذه القراءة تكون سبب في دخول الملائكة في البيت وهروب كل الشر من البيت، هروب كل الشياطين من البيت. يعني هي الوصية إن شاء الله تكون وصلت ليها. إن شاء الله. هناخد بقى اتصال أخير عشان نكمل بقى، إحنا سايبين غاصة يعني سراقة بن مالك غاصة قوائم وفرسي، وسايبين إحنا بقى غايصة. بس إحنا معانا الأستاذ محمود من الدقهلية، أهلا ثم نعاود قصة سراقة إن شاء الله. الأستاذ محمود تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا فندم، وعليك السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن أتواصل مع فضيلة الشيخ؟ تفضل يا فندم. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للمرض
الحاج توفاه الله. تمام؟ نعم. نعم. الو. نعم. سامعينك، اتفضل يا استاذ محمود. الو. نعم. مع حضرتك، اتفضل. الاتصال قطع. طيب ما يجرش حاجه، يجرب تاني ان شاء الله. فغاصت قوائم سراقه. نعم. بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابو بكر: ما بالك باثنين الله ثالثهم. نعم. فغاصت قوائم فرس سراقه بن مالك. نعم. فقال: ما رايتكما الا ان دعوتما علي. فادعوا الله لي. قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع يا سراقه ولك سوار كسرى. ده سيدنا النبي بيقول له: ارجع يا سراقة ولك سوار كسرى. حاجة يعني بيوعده بحاجة خارج نطاق التخيل. ايوه، بيوعده بحاجة ما هيش في 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 امكانيات حد. الله اكبر. فرجع سراقة بن مالك، ولكن لما رجع اصبح في حيرة ما بين وعد قريش بمئة ناقة ووعد الله ورسوله بسواري كسرى. فأصبح متردد ومذبذب. نعم. طيب متردد ليه؟ لأنه ما كانش لسه أسلم. ياخد الحقيقة ولا ياخد الحاجة اللي في الغيب؟ مش فاهم يعني إيه وعد الله؟ مش عارف إن وعد الله حق. لسه ما إيه؟ ما ترسخش عنده الإيمان. فوقع في هذه الحيرة. ولو كان الإيمان قد ترسخ في قلبه ما وقع في هذه الحيرة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش ممكن. مش ممكن كان يتردد كده. يتردد أبدا. ولكن حصول التردد لأنه ما كانش لسه أسلم. نعم. فغلب عليه وعد قريش. فرجع مرة أخرى. فغاصت قوائم فرسه مره ثانيه. الله. فبدا ينتبه، قال: لا، ده الموضوع ايه؟ زي ما سيدنا خالد قال: ان الرجل لممنوع. بدا يفهم. الله اكبر. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام نفس الكلام. خد بالك، الانبياء قبل الرسول عليه السلام كانوا يقولوا الكلام وبعدين يشرحوا الكلام. لكن سيدنا عليه السلام كان يقول الكلام وبعدين يعيد نفس الكلام. ليه؟ ما ينطق عن الهوى. الله اكبر. يعيد نفس الكلام، ما يشرحوش، هو هيتأكد بعد كده نفس الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع يا سراقة ولك سوار كسرى. نفس الكلام. فسيدنا سراقة لما غاصت قوائم فرسه في المرة الثانية قال: ادعوا الله لي هذه المرة ولكما أن أرد عنكما الطلب. يعني أنا مش إن أنا هرجع وبس، لا، ده أنا هرجع وأي حد يجي هو أنا هرجع. الله أكبر. رد عنكم الطلب. ما هو تأكد بقى أن الموضوع أكبر منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع يا سراقة ولك سوار كسرى. الله. وبعد سنوات أكرم الله تبارك وتعالى سيدنا سراقة بنعمة الإسلام. وبعد سنوات في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن إسلام سراقة بن مالك، وبعد سنوات من خلافة سيدنا أبو بكر، وبعد 10 سنوات من خلافة سيدنا عمر، فتح الله على المسلمين كنوز كسرى. يعني تحقق الموضوع بعد سنوات عديدة، من 15-20 سنة. فين؟ نعم. لما فتح الله تبارك على المسلمين بلاد فارس، فجاءت الغنائم، فإذا بسواري كسرى في إيد مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. نعم. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد من الصحابة معروف قصته. صحيح. وأسلم إزاي وحكايته إيه، فمشهور. نعم. وسيدنا خالد بن الوليد عارف إن صلى الله عليه وسلم بيقول له بنت هرمز إيه، وكله كل واحد عارف إيه، وسيدنا حاتم الطائي، كل واحد عارف الدنيا فيها إيه. فلما أصبحت سواري كسرى في إيد سيدنا عمر. نعم. قال: فوقف عمر بصوته الجهوري. طبعا سيدنا عمر كان يتكلم كأن واحد بمسك ميكروفون. نعم. يتكلم في الميكروفون. نعم. قال: فوقف عمر بصوته الجهوري وهو يقول: أين سراق ابن مالك؟ أين سراق ابن مالك؟ قال: فجاء سراق ابن مالك رافعا ساعديه السودتان. جاي هو كمان إيه؟ رافع إيده الاثنين، هو ما هو فاكر كمان إيه؟ رافعا ساعديه السودتان. قال: أعطيهما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الله أكبر
ارتجت بها أرجاء المدينة من تكبير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان وعد الله نعم حق. إن وعد الله حق. كان وعد الله نعم. حق. إن لذلك وعد الله أصحاب حق. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب في غزوة الأحزاب واجتمع عليهم كل فئات الشرك ليستأصلوا شأفة الإسلام. الله أكبر. لدرجة ضعف غير عادي للصحابة لدرجة إن الصحابة يقولوا إن ما يستطيع أحدهم أن يذهب لقضاء حاجته. سبحان الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالمعول ويقول الله أكبر. يفتح الله عليكم كنوز كسرى. الله أكبر. ثم يضرب بالثانية ويقول الله أكبر. يفتح الله عليكم كنوز قيصر. سبحان الله. أهل الإيمان المؤمنين عندما استمعوا إلى هذا الكلام قالوا الله أكبر. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. لكن أعوذ بالله اللي ما عنده إيمان قال كلام سخيف. أعوذ بالله. استغفر الله. قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أنت فين من كسرة؟ أنت فين من؟ ولكن تمر السنون ويتحقق وإذا بكنوز كسرى وقيصر تأتي لأصحاب النبي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حتى قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت لتأتين الغنائم مثل الجبل أقطع منه بالفؤوس فلا يمر علي الحول وليس علي زكاة. أنفق في نشر الدين وبإذن الله يعود الدين مرة أخرى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الله بدأ الإسلام غريبا وسيعود مرة أخرى. سيعود غريبا كما بدأ ينتشر في لمح البصر بإذن الله. وإحنا بنقول يا دكتور إن وعد الله حق. قبل إحنا وقتنا خلص ولكن إحنا دايما عندنا سؤال بنسيبه كده لحبيبنا اللي بيسمعونا عشان يجاوبوه وياخدوا نسخة من كتاب الدين الحق إن شاء الله. اللي هو من مؤلفات حضرتك الجميل ده. سؤال النهاردة يا دكتور حضرتك لماذا رجع سراقة بن مالك في المرة الثانية؟ ليه رجع؟ لماذا رجع سراقة بن مالك في المرة الثانية؟ يعني أول مرة الرسول عليه السلام قال له ارجع سراقة ولك سورك ورجع. طب إيه اللي رجعه تاني للرسول عليه السلام؟ الله أكبر. دكتورنا احنا النهاردة الحقيقة بعد ما يعني وقتنا خلاص انتهى ولكن بنذكر السادة المشاهدين بأن احنا النهاردة اتكلمنا على يعني موافقة ما نراه لما وعد الله به والرسول صلى الله عليه وسلم واتكلمنا في تنوير التفكير عن ليس المسكين الذي يسأل الناس وحضرتك شرحت فيها واتكلمنا في تنوير السلوك باليسير. نعم باليسير. اتكلمنا في تنوير السلوك عن ان احنا نبحث عن المساكين اللي حوالينا لان هو مش حي مش حي مش هيجي هو احنا لازم نروح مواليم حق معلوم للسائل والمحروم نبحث في جهد للبحث عن المستحقين ونديهم الصدقات بتاعتنا وفي تنوير المعاملات وإعانة الضعيف حتى حتى يقوى يعني ينجح. نعم وتنوير المعاملات قلنا ازاي الابناء في البيت يبقى في اساليب التعاون. جميله للتعاون ما تواصل اهل بيت فيحتاجوا مش ممكن يفتقروا ابدا ربنا يحفظك. نعم وبناكد على انه عدم الالتفات الى المشكلات نعم. ودايما ذكر الايجابيات نعم. ده بيكون اولى نعم. وافضل في نعم. في التعامل نعم. وبيخفف الضغوط علينا نعم. انا بشكر حضرتك في نهايه اللقاء ده يا دكتور مجدي وكان لقاء الحقيقه زي ما وعدنا الناس لقاء رائع وبنقول لحضرتك دايما من كتاب الدين الحق يعني ننهل وننهل منه ووعد ان شاء الله باللقاء يوم السبت القادم باذن الله مع برنامج القرآن يمشي وناخد من علم حضرتك الكبير ربنا يحفظك. اعزائي المشاهدين في نهايه هذا اللقاء من برنامج القرآن يمشي وكنا معكم النهارده في الحلقه الخامسه شكرا لكم على المتابعه وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم باذن الله. حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.